قبل ظهور الدول والقوانين بشكلها الحالي، هل القبائل في الجزيرة العربية كان عندها قوانين تحكم تعاملها مع بعض؟ مالك بالطويلة. حياكم. الجزيرة العربية كانت عبر تاريخها مليئة بالأنظمة والقوانين والأعراف اللي صارت القبائل العربية تتوارثها وتدير حياتها من خلالها قبل وجود الدولة بشكلها الحالي. كانت هالقوانين قائمة على الأخلاق وفكرة العيب اللي راح نشرحها لكم، رغم أن حياتهم مليئة بالصعوبات، أرض قاحلة، ندرة في المياه، والحرب كانت سلوك حياتهم اليومية. هذه القبائل العربية من زمن الجاهلية إلى أن وصلنا لعهد الدولة السعودية كانت تتقاتل على المياه والمرابع. لذلك إذا حل الربيع حل معه السلام، قررت هذه القبائل توجد قوانين تضمن أنها تقلل من مستوى العنف وتحفظ كرامة الناس وشيم العرب وأخلاقهم. أول شيء خلونا نأخذ تركيبة القبيلة في الجزيرة العربية. شلون تصير القبيلة قبيلة؟ هذه القبيلة لازم تكون قريبة من أبار المياه، والأرض اللي هي فيها لازم تكون أرض معشبة وخضراء. خلصت المياه في البير اللي هم عنده، مهمة شيخ القبيلة وهو أعلى منصب في القبيلة يقول للقبيلة مشينا ندور أبار ثانية، ومشينا أيضا ندور أرض معشبة يأكل منها الحلال، غنم والإبل وغيرها. إذا بيروحون لأبار قريبة أكيد بيلقون عندها قبيلة ثانية. هنا الحل، إما يتفقون مع القبيلة الثانية إنهم يتقاسمون الأبار والمرابع، أو الحل هو القتال. حياة قاسية ومرعبة. أعلى منصب في القبيلة زي ما قلنا لكم شيخ القبيلة. أنت تسمع بالمنصب تتوقع أنه شيخ يقدر يظلم القبيلة ويتخذ قرارات غصب عنهم مثل رؤساء الدول. لا، الشيخ فعليا موظف يقوم بوظيفة معينة، إذا طلع عنها يغيرونه، وإذا طلع عن هالأعراف وهالقوانين الخاصة يتركونه، يطلع فرسان آخرين يعتبرونهم شيوخ القبيلة. شيخ القبيلة ما يستطيع الظلم لعدة أسباب. أولها أنه لضمان استمراريته كشيخ قبيلة لازم يحقق العدل والمساواة بين أفراد القبيلة. ثانيا، القبيلة مقسمة من حمايل وعوائل أو أفخاذ صغيرة، فما يرضون الظلم لذويهم، الأدنى فالأقرب فالأقرب. طيب شلون يتم تعيين شيخ القبيلة؟ بعطيكم الشروط، إذا الشروط هذه تنطبق عليك راح تصير شيخ قبيلة بسهولة. أولاً أن تكون فارس وتستطيع القتال، الضعيف لا يمكن يصير شيخ قبيلة. ثانياً ما تريح، كل 3 أسابيع لازم عندك غزوة وتقاتل وتكسب إبل وخيول الخصوم اللي قدامك. أما توزيع الغنائم فهي من مهام شيخ القبيلة، لازم يوزعها بكرم وبعدالة. بالتالي القبيلة تشوفك قاعد تحقق لها مكاسب مادية، يؤمنون بأنك قائد فعلي. ثالثاً الكرم، لا يمكن تصير شيخ قبيلة إذا ما كنت كريم وتجمع الناس حولك. هل شيخ القبيلة يقدر يورث المشيخة لعياله؟ لا، إلا إذا كان ابنك فارس وشجاع ويقدر يقود الناس. في شيء في القبيلة اسمه العقيد، عقيد القوم. العقيد هو الفارس اللي يجي للقبيلة ويقول أنا بروح أحارب اليوم، اللي يبي يغزي معي حياه. هنا نشوف ملاحظة غريبة تعطيك النظام شلون صاير. شيخ القبيلة لو يبي يغزي مع العقيد لازم يصير تحت إمرة العقيد أثناء الغزوة، يطلع من سالفة أنه شيخ قبيلة. هذا بمعيار اليوم يسمونه فصل السلطات. شايفين مونتسكو؟ هذا الفرنسي هو اللي أسس فكرة فصل السلطات اللي تعتمد عليها اليوم كل الديمقراطيات في العالم، اللي تقول لازم الدولة فيها 3 سلطات: السلطة التنفيذية الرئيس والحكومة، السلطة التشريعية اللي هو مجلس النواب، السلطة القضائية اللي هي المحاكم. فصل السلطات موجود في القبيلة العربية قبل لا يسولف عنه مونتسكو. شيخ القبيلة هو السلطة التنفيذية، أهل الحل والعقد ووجهاء القبيلة هم السلطة التشريعية. اللي ما يقدر يسوي شيخ القبيلة شيء قبل لا يستشيرهم. قاضي القبيلة هو السلطة القضائية. شلون مفصول السلطات هذه في القبيلة؟ شيخ القبيلة إذا اشتكى أحد من العامة ينزل عند القاضي خالي من كل مزاياه اللي كان حاصل عليها كشيخ قبيلة.
واللي يحكم فيه القاضي لازم ينفذ على نفسه، وإذا ما نفذ على نفسه راح يحل عليه العار. شلون الواحد يصير قاضي في القبيلة؟ من كل عقلك يا القاضي، وحكمت على سالم الروافعة يدفع 10 شياه لجل انه هان المجلس اللي هو قاعد بيه، وقال هذه صارت تعليلة، وحكمت على مزهر الروافعة يدفع 10 شياه لجل قولته هي من عقلك يا القاضي. التقاضي عند القبيلة له بروتوكول عجيب، شايفين عادل إمام إذا ترافع في الأفلام المصرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السيد الرئيس، حضرات المستشارين. الطرفين في القضية قدام القاضي يرشحون لهم محامين، نعم محامين، طبعاً أشخاص ما يسمونه محامين، لكن أشخاص معروفين أن عندهم حجة، عندهم أسلوب وسجع ينصرون من خلالها هذه القضية. يقوم رجال ثاني عانه دائماً يكون من قريب من قبيل من فخذه ومن قبيلته اسمه الدعوجي. الرجال دعوجي بمثابة المحامي الآن. يتكلم عنه ودائما سبحان الله، يعني أكثر المشاهد اللي رويت وسمعناها من القضاء القبلي في نجد وفي غيره أنها تكون على شكل سجع. يا قاضينا يلي بالحق ترضينا، جيتك هدي قدي وفلح من صلى على النبي، وشيلك في بعيره اللي اكسبه يوم غارة المغيرة، يوم اعتقاب السهوم والذخيرة، هو كيف ياخذ غيره. قبل لا يدخلون على القاضي يوكل كل شخص من أطراف القضية شخص آخر يكفله، يقول في بداية الجلسة فلان يكفلني، والثاني يقول فلان يكفلني، ويحط شيء اسمه معدال. هو اليوم هذا المعدال أشبه بالضمان المالي، سواء الناقة ولا حصان ولا أي شيء. المعدال هذا إذا خسرت القضية يروح عليك. في شيء اسمه العيب عند العرب، هذا الشيء هو اللي يجبرهم على أنهم يلتزمون بأعرافها وقوانينها اللي حاطينها، ومن يخالفه يلحقه العيب. العيب هو اللي شكل سلوم العرب، يلعب الشعراء دائما الدور الأهم في توثيق هذا العيب. شعراء كانوا أشبه بتويتر ذاك الوقت، أي شخص يقوم بفعل مشين راح تشوف الشعراء يذكرونه وينتقدونه ويخلونه يتحسف من اليوم اللي سوى فيه هذا العيب. فيها فصل سلطات، هل تعرف انه شيخ القبيله اللي غزا مع العزيز ما عاد هو شيخ؟ لازم انه ياتمر بامر العزيز. هل تعرف انه شيخ القبيله اللي جلس عند رقبه العارفه اللي هو القاضي عندهم لازم انه يعني ينصاع لحكم هذا القاضي؟ العرب كان عندهم اجراءات مختلفه للتقليل من القتل وسفك الدماء. شلون؟ أول شيء اخترعوا شيء اسمه اللجوء السياسي. طبعا هو مو باسم اللجوء السياسي، إذا الواحد ابتلاه الله قتل شخص في هالصحراء يستطيع اللجوء لقبيلة أخرى ويجيهم يقول داخل على الله ثم عليكم. إذا دخل عليهم يعني صار رسميا لاجئ، فإذا قتل أحد أثناء فترة اللجوء فالقبيلة اللي لاجئ عندها ستأخذ بثارة من القبيلة الأخرى، فتعودت العرب انها ما تقتل اللاجئ اللي دخل في حماية قبيلة اخرى. شلون اسلمك دخيلي؟ دخيلك؟ حتى لو كان ذباح غمرتك؟ لو كان ذباح ابوي اسمه دخيلي. طبعا هذا اللجوء مو بمدى الحياة. تعارفت قبائل نجد مثلا على ان اللجوء مدته 14 شهر، يعني سنة وشهرين. خلال المدة هذه لازم اللاجئ يحل مشكلته مع القبيلة الثانية، اما يدفع لهم دية او يحلها بشكل سلمي. إذا ما قدر يحلها وانتهت المدة هنا تصير الانتقالات الشتوية، لازم يروح يدور قبيلة ثانية يجدد معها اللجوء لسنة وشهرين على هالحال لنحل قضيته. وعشان يحافظون العرب على شكل القبيلة وفصل السلطات فيها أقروا عرف مهم بأن قاتل شيخ القبيلة ما يلجأ عند أحد، وكذلك كثير من القبائل تمنع أنها تعطي اللجوء لشخص قتل قاضي القبيلة أو عنده قضية مخلة بالشرف. في الحروب يعتبر من المحرمات أنك تقتل النساء أو الأطفال، ويلحق العار القاتل وقبيلته كلها. وفيه شيء أثناء المعركة اسمه المنيع. وش هو المنيع؟ المنيع هو اللي بعد هزيمة قبيلته أو مجموعته اللي هو غازم معهم ينكسرون عنها القوم وما يستطيع اللحاق بهم، يا مصوب عصابة ما تخليه يقدر يروح مع ربعه، أو أنه طارحها أحد الفرسان فيطلب أن يكون منيع اللي هو ما يشابه سير الحرب الآن.
وفيه وجه ويكون في الوجه يعني يكون فيها شيء بينه وبين الدخيل تشابه بينها، بس الفرق عن الدخيل انه مرغم وليس طوعا منه. العرب أمة عظيمة تاريخها مليء بالقيم والمثل، فما الله.